حياكم الله جميعا. في شدة كورونا عافانا الله والمسلمين منها، سل الله العافية. قل اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. كن ظريف النفس، حسن المعشر، بشر بالخير ولا تنفر، وبشر غيرك واطمئن، انشر الطمأنينة بين الناس. فقد كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. يقول الحافظ ابن حجر: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، لأن التشاؤم هو سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل هو حسن ظن الإنسان بربه، والمؤمن مأمور دائما بحسن الظن بالله. على كل حال، من حسن الظن أن تقول أن البلاء سيرتفع، وأن الوباء سينقشع، وأن عدد المتعافين من المرض أكثر من الوفيات عافانا الله وإياكم. طمئن غيرك، يعني كبار السن اللي أنت قاعد كل يوم تقرأ لهم أعداد الوفيات ويتشائمون، والعدد اليوم زائد والوفيات أكثر، هم يتضايقون من هذا الأمر، وربما هم لا يعلمون لولا أنك لم تنقل لهم هذا. يعني من الفأل الحسن أن نقول أن هذا البلاء سينقشع، من الفأل الحسن أن نقول أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه وأفضل، من الفأل الحسن أن نقول أن الدولة قدمت كل ما تستطيع، وأن القطاع الصحي عندنا وأن الجهات المختصة لا زالت مسيطرة على الوضع، والله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. أسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وعن المسلمين. حمانا الله وإياكم، وجعلنا وإياكم من المرحومين في هذا الشهر الكريم.